فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يقول: ما تفسيرها الصحيح وكيف يكون تطبيقها؟ نعم، في قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. أول الآية، أول الآية، جيب أول الآية ونشوف. نعم، فمن اعتدى، فالفاء عاطفة على شيء سبق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.